تشرب مغلي، تشرب نعم ساخن بالضبط مثل الشاي. مهندس نعم فارس الله يوفقك ويعطيك الصحة والعافية ويعطي جميع المشاهدين الصحة والعافية رب العالمين. أمين ونلتقي مرة ثانية في لقاء موسع، وحتى نتيح الفرصة للمشاهد العزيز في أي كذا استفسار وأي ملاحظة. نعم أمين. مهندس فارس بن راشد الحجري شكرا جزيلا لك. الله أستاذ خالد بارك الله فيك، أشكركم حقا، أشكرك طاقم التلفزيون الله يبارك فيك، يسلموا عليك ويدوك التحية التي أوليتموها لي. بس اليوم حاطين لي ماي بارد ترى هناك ان شاء الله، نبدا من اليوم ان شاء الله او باكر صباح بالماء ان شاء الله. شكرا جزيلا لك، الله يسلمك، معك بارك الله فيك. زينب المسلسل الرمضاني القادم بمشيئه الله، انتهى التصوير منه يوم 16 من هذا الشهر، والله من هذا الشهر كان في الجبل الاخضر كثير من المشاهد لهذا العمل، باقي يعني شوي بعض الاشياء كذا في مسقط وينتهي التصوير منه نهائيا. في كواليس لزينب وفيما بعد عندنا الفنان الجميل دائما والرائع صالح زعل، لكن أبو مازن حاير هاليومين بين التمثيل وبين التشجيع، بس فريق اللي يشجعه إيش هو كيف وين واصل؟ بعد قليل في هنا عمان.